واش تعني لك الجياز دي؟ سمع بها ما تسمعش بها؟ كيف ما نسمعش بها؟ راني في البال وما نسمعش الجياز دي. اللي ما يعرفش النمره يعني ما راهوش، ما عندوش ثقافه كرويه، لان الجياز دي من اكبر واعرق الانديه الجزائريه، من اعرق المدارس الكرويه الجزائريه، مدت كثير يعني للانديه تاع الشرق الجزائري والوسط. تعرف جيدا كاين لاعبين لعبوا في السيربي، كاين لاعبين لعبوا حتى في اكبر الانديه تاع السياسي، تاع الموك، تاع النابه. نظن ان جي اس دي بابا الله يرحمه كان يحكي لي عن النمره. انا بابا الله يبارك، الله يرحمه ان شاء الله يجعله في الجنه، حسين خويا بابا علمني، بابا هو مدرستي، هو قدوتي، هو مدرستي. يقول لي المدرسه تعطيك دبلوم مؤمن، يقول لي الدنيا تعطيك الدروس. يقول لي مدرسه مليحه تعطيك دبلوم، يقول لي بصح الدنيا تعطيك دروس. انا بابا نحكي معاك، كنت نعرف مؤسس الدوله الالمانيه بيزمارك كان في عمري 12 سنه، علاه يحكي معايا؟ ما يجبدليش غير زعما احنا جياسكا في الدار ولا مولوديه، يحكي لي غير على المولوديه، لا لا يحكي لي بزاف. من يحكي لي على الجياز دي؟ يحكي لي على غوميش، احسن حارس هذاك الوقت، او علم بورتوغي والله علم كان ساكن هنا. يحكي لي الناس تحكي على بوبزاري ليبوك تاع رشيد كرون جوار. ايبان جياز دي قبل ما تكون كما يقولوا يعني فريق تاع كرة قدم، هو عائلة في فامي دو جيجي، لا جينيس جيجيليان، يعني كانت عندها تاريخ كبير قبل الاستقلال. يا خويا حسين، علاه هنا السواحل هادو واعرين يا حسين؟ كونون كان مركز فيهم باش تجبد لي جان تاعنا. جي اس دي لعبت دور كبير، ولي زونسيان يعرفوا الحكايه. هذا واش نعرف على جي اس دي؟ ونقدر نقول باللي النمره ماهيش في بلاصتها، على الاقل في الناسيونال دو سي لا مواندر دي شوز. سي لا مواندر جي اس دي، انا مانيش فادها. كانت الموك سي اس سي كانت باتنا لا ماس بي بي، جي اس دي ديما الفوق. وقتاش تروح لها جي اس دي؟ في الامتار الاخيره. كاين حسين توجور. علاش الامتار الاخيره؟ لانك تعرف ونعرف اللي عنده الموك عندها شركه، السياسي عندها شركه، عنابه عندها شركه، هذاك الوقت صحيح. وجيجل بناء بلديه جيجل هي اللي ما تقدرش في الماتش الاخرين، وعلينا حوسه.